Quedas para voy a hacer. انت شايف ده اللي بيحصل تبع الكنيسه. كان كاتب هنا بيت دعاره, ها الكنيسه بيت عباده بيت دعاره, وبيجوا بقى يصلوا زي ما انت بتشوف كده اهو. ده الحمد لله ما خبطوش على الباب اللي فيه اطفال جوه بيخوفوها, قله ادب وشتيمه في الشارع. يعني بيعانوه ليه بقى؟ طب انت بتبدي كل مره بتدوها كده على طول؟ كل كده كل أيوة. النهارده بقى النهارده اوسخ شويه, النهارده بقى اوسخ لما كتب هنا بيت دعاره, ده اوسخ شويه بقى النهارده. وتوادروس الخيل مكتوبه هناك, تودروس على الكلب العسكر مش عارف ايه. ما ينفعش الكلام ده, ما ينفعش صحيح يعني. لازم يعني ممكن بقى هنا بقى الناس تقف تحمي السور, ها وتحصل مشكله كبيره عشان ده السور بتيجي تقف هنا. في امن بيجي يقف هنا ولا حاجه؟ ما فيش امن يا باشا, اهو في امن ولا حاجه. امن باستخبار, في عسكريين واقفين على الكشك. طبعا طبعا الله يكون الله يكون في عونهم, هم ما يقدروش على الهمجيه دي. دي همجيه, دي اسمها همجيه. المفروض هنا دبابه مدرعه وهناك دبابه مدرعه. يقفلوا بقى الشارع ويحددوا لهم طريق سلوك لو طلع نصوح, بدل ما يبوظوا السور بالطريقه دي. كاتبين كنيسه الدعاره. ينفع ده يرضي مين ده؟ في ناس صلوا قدام الكنيسه هنا. وقفوا ان هو ده يقعدوا يهتفوا ويعملوا. طب بيصلوا عايز افهم, دي يعني رايحتهم